السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن فيديو توضيحي عن كيفية صنع عسل منزلي ناجح 1000%. يعني نظرا لكثرة الأسئلة اللي كانت جاتني على عسل الأعشاب، يعني كانت أسئلة وتعليقات يعني مختلفة، فيهم اللي تيقول بأن الوصفة نجحت معاه، وفيهم اللي كيقول بأنه قصاح وتحجر أو بقى جاري. لذا قررت أنني نعيد لكم وصفة ديال العسل بطريقة أخرى، يعني فقط هذاك بمنسم بالأعشاب وبالزعتر، وهذا بدون أعشاب. طريقتين يعني بجوج بهم يعني المقادير صحاح، فقط هذا توضيحي أكثر على المراحل ديال الطياب ديالو. تبعت معكم المراحل باش تحصلوا على عسل ناجح 1000%. هذا العسل هو المعتمد عندي في البيت، سواء ديال الأعشاب، أنا تعجبني ديال الزعتر. والعسل يعني حاولوا أنه يكون عندكم دائما، ماشي غير حتى يقرب رمضان عاد كنوجدوا العسل. العسل خصو يكون موجود في البيت، كيتنزل في المائدة يعني مع الإفطار، مع الزبدة، مع هذا. أيضا كنستغلوه للرغايف، البغرير، في صنع بعض الحلويات. يعني العسل كيكون حاضر معنا طول السنة إذا كتصاوبوه يعني مرة مرة. كل مرة أنتم كتكتشفوا فيه واحد الجزء يعني، وكتبدأوا تمكنوا من الوصفة، وكتبدأوا تعرفوا دوك الهفوات، إذا عمل هكا كيفاش غديروا ليه، وإذا عمل هذا كيفاش غادي تخرجوه. يعني بهالطريقة باش كتمكنوا من صنع العسل. المقادير كيف قلت ديال العسل الأول بالأعشاب هي نفسها هذه، فقط هذاك منسم بالأعشاب وهذا بدون أعشاب، لان كاين بعض الاخوات قالوا ان الشباكيه والحلويات ديال رمضان ديجا فيها قوامها، فما يحتاج نزيدوها الزعتر ونزيدوها دوك المنسمات. وهذوك المنسمات ايضا راه تيجي بهم العسل رائع عن جد، كيجي واحد الطيبه غزاله. هاد جوج الانواع هما المعتمدين عندي في البيت، وما تيخطاونيش من داري، وتيبقاو بهاد لا تكستور حتى 4 شهور، ما تيوقع لهم حتى شي حاجه. اذا تبعتوا هاد الخطوات وهاد المراحل اللي غادي نقول لكم، اكيد غادي ينجح معكم 1000%. لتحضير العسل غادي نحتاجو 2 كيلو ديال السكر القالب. كيف قلت راه ممكن تعملوا المقروط او لا سكر سنيده، بالنسبه للناس اللي كيتعذر عليهم انهم يوجدوا هاد السكر القالب لكن كيبقى بهذا احسن. لكن اذا تعذر الحصول عليه فممكن تعويضوا بالمقروط، وممكن تعويضوا بسكر سنيده. 2 كيلو ديال السكر، كنعملو معها لتر من الماء. عندي هنا تقريبا 4 معالق كبار ديال الزهر. عندي هنا 4 دوائر ديال الحامض اللي كنقطعوهم بهذا الشكل. اذا كان الحامض صغير غادي تعملو حامضه يعني حامضه معينه، كنقطعوهم دوائر باش كنزولو لهم البذور. عندي عود ديال القرفه دارسين. وعندي هنا 3 دوائر ديال البرتقال، يعني الليمون والبرتقال والزهر هادو لا باز ما كان يعني ما كنستغناش عليهم في تحضير العسل. الاعشاب ممكن نضيفهم للتنسيم، وتيجي بهم يعني قريب للحر، يعني داك الخليط المزيج ديال الاعشاب الزعتر وهذا تيجي يعني قريب للحر، فلكم الاختيار. بغيتو تعملوا بالطريقه الاولى فداك، بغيتو تعملوا بهذه الطريقه كيبقى يعني الشباكيه راه فيها قوامها وهذا فداك، لكم يعني الاختيار. لكن كيبقى لا باز ديال العسل هو هذا. في طنجره الضغط اول شيء غادي نوضع السكر، غادي نوضع معاهم هاد الدوائر ديال البرتقال وهاد الدوائر ديال الحامض، هاد العود ديال القرفه. ما تزهر انا تنديرو في الاول، ما كنخليهش حتى التالي وعاد نطفي به العسل. والماء اذا كان عندكم وقت بزايد يعني عملوه بهالطريقه، وخليوه حتى يذوب فيه يعني تيذوب هاد السكر حتى كيولي بحال السيرو، عاد وضعوه فوق النار. كيف شفتوا هو راه دغيا تيذوب. انا غنقفل عليه الطنجره ديال الضغط، وغادي نوضعو على نار متوسطه حتى تصفر لينا الصفاره. كيف تبدا تصفر الصفاره غادي نحسبو لها 30 دقيقه ونطفي.
النار كيف قلت كتكون متوسطه بهذا الشكل، يعني ماشي نار مهيله وماشي قويه. كنخليو عليها من بعد ما تصفر صفاره مده 30 دقيقه. من بعد مرور 30 دقيقه يعني وحليت الكوكوط ديالي طنجره الضغط ديالي، لقيت العسل بهذا الشكل. يعني العسل هذا غادي يبقى دائما جاري، العسل مازال ما طابش. فوقاش كنعرفوا بان العسل طاب؟ حتى كيكونوا هاد الدوائر بحال لو كانهم كغاميليزي، عاد كنعرفوا بان صافي راه العسل ديالنا واجد. في هاد الحاله انا غادي نوضعه على النار وغادي نخليه بدون غطاء مده واحد 15 دقيقه. بطبيعه الحال كتبدا تطلع واحد الرغوه، ديك الكشكوشه كنراقبوها، اذا كان اللون ديالها ابيض فالعسل باقي ما وجدش. حتى كيولي لينا ديك الرغوه كنشوفوا اللون ديالها ولا صفر مايل للبني، ديك الساعه كنعرفوا بان العسل ديالنا وجد. ومطبيعه الحال كتشوفوا بان هاد لي غونديل اللون ديالهم ولا كراميليزي. من بعد مرور 15 دقيقه كي شفتوا هادوك الدوائر ديال الحامض وديال الليمون راهما تعسلوا، وديك الرغوه اللي كتطلع الفوق في العسل يعني ما بقاتش بيضه، صبحت لون اصفر غامق. دابا غادي نطفي على العسل ديالي. يعني كيف شفتوا هادوك الدوائر راهما تعسلوا، وديك الرغوه راه كتولي صفراء ما كتبقاش بيضه، كتولي صفراء غاده تغمق. صافي غادي نطفي على العسل ديالي. من بعد ما كيدفى لينا شي شويه العسل انا زولت منه هاد الدوائر، يعني كي شفتوا اللون ديالهم كيفاش تيجي بهذا الشكل. هاد الدوائر ممكن تطحنوهم وتنسموا بهم الحلويات والكيك ديالكم. دابا غادي نسكبو في القراع. يا بسم الله. يعني شفتوا هذا هو اللون ديالو كيفاش تيجي، اللون ديالو تيجي ممتاز. غادي نخليه حتى يبرد تماما عاد نشوفوا القوام ديالو. العسل ديالي من بعد ما خليته برد هذا هو الشكل ديالو النهائي، يعني خليته باد حتى لغد. يعني هذا هو القوام ديالو. اذا تبعتوا هاد الخطوات اللي قلت لكم اكيد غادي يجي العسل ناجح 1000%. بالنسبه للاخوات اللي كانوا قالوا لي بان العسل قصاح، اذا قصاح المهم غير ما يتحرقش، اذا قصاح ماشي اشكال، يعني كنخليوه في الطنجره وكنشعلوا عليه النار دائما. كنعملوا واحد الكاس ديال الماء غليان، غير مجرد ما كتطلع فيه الغليه يعني كتبدا ديك الرغوه كتبان كنطفيوه. كنحركم طبيعه الحال باش كيندمج مع داك الماء، غير طلع فيه الغليه تنطفيو وان شاء الله غادي تصلحوا العسل ديالكم. كذلك بالنسبه لي كيقولوا بان العسل تحجر نفس الطريقه، يعني تعملوه في الطنجره تشعلوا عليه النار حتى يذوب، وكتعملوا واحد كاس ماء غليان مجرد ما كتطلع فيه الرغوه كتطفيو وكتخليه حتى يبرد عاد كتوضعوه في القراعي ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي قالوا بقى جاري، يعني كتزيدوا ليه الوقت ديال الطياب، فهذاك راه مازال ما طابش، يعني غتزيدوا ليه الوقت ديال الطياب. وانا وريتكم يعني حتى كتحسوا على دوك الدوائر كيكونوا معسلين، وديك الرغوه اللي كتكون الفوق ما كتبقاش بيضه كتولي صفراء، كتعرفوا بان العسل ديالكم وجد. اكيد الا تبعتوا هاد الخطوات. وواحد المساله مهمه وهي النار، دائما العافيه تكون عافيه متوسطه، ما تكونش عافيه مجهده باش العسل ديالكم يطيب بشكل جيد. يعني نتمنى هاد النصائح وهاد الفيديو التوضيحي تستافدوا منه. اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.